حفل افتتاح مهرجان الكرازة لسنة 2017. هنبدأ بالعرض الكشفي، فنتفضل. اللي بتشوفوه دلوقتي بيدخل علم جمهورية مصر العربية وعلم دولة الإمارات. بعد كده اللي هيدخل دلوقتي بيسموه بلغة الكشافة طابور، قطار بيسموه قطار، ولكن اللي هو هتشوفه الطوابير اللي بتدخل طابور العرض مجموعة كشفية، فليتقدم. الدخلة دي طبعا شعلة المهرجان، شعلة المهرجان من سنة لسنة. الأعلام اللي دخلة بألوانها ليها معاني. العلم الأولاني ده العلم الكشفي، الإشارات اللي هتدخل دلوقتي كل إشارة بتمثل نشاط هيتعمل في المهرجان. أول إشارة داخلة اللي هي الكشافة أو النشاط الكشفي، ورمز المهرجان السنة دي لاحظ نفسك وتعليم. الإشارة اللي داخلة دلوقتي عند الباب دي الإشارة بتاعة نشاط اللغة القبطية. زي ما بقول الإشارات اللي هتدخل دي النشاطات اللي هتكون في المهرجان السنة. العلامة بتاعته دي علامة الألحان، الألحان الكنسية. طبعا الالوان المختلفه للاعلام بتشوفوا انتوا، في لون اصفر ده بيمثل الاشبال، في لون الاخضر بيمثل المبتدئين والمتقدمين من الكشافه، واللون الاحمر بيمثل الجوال. طبعا الاشاره اللي داخله ومعاها العلم الاخضر بتاع المبتدئ دي بتاعه النشاطات الرياضيه. لغاية دلوقتي شفنا أربع نشاطات دخلوا، النشاط الكشف ونشاط الدراسات والتعليم ونشاط اللغة القبطية ونشاط الألحان ونشاط الرياضة. اللي داخل دلوقتي قدامكم وراء العلم الأخضر ده نشاط الكمبيوتر، نشاط الكمبيوتر. الكمبيوتر
طبعا العلامه اللي انتوا شايفينها دلوقتي وراها العلم الاصفر دي، لو بصيتوا كده على العلامه الابحاث والدراسات العلميه، الابحاث والدراسات اخر نشاط هيكون في المهرجان هو الاعمال الفنيه اللي داخل دلوقتي قدام حضراتكم. والآن مع مراسم تحية العلم، حرس تحية العلم للأمام تقدم. دلوقتي تحية العلم في الأول علم دولة الإمارات، وبعدين تحية العلم لجمهورية مصر العربية. تحية الإمارات العربية المتحدة. تحية الإمارات العربية المتحدة. تحية الإمارات العربية المتحدة. حراس العلام انصراف.
احنا بنعلن دلوقتي افتتاح مهرجان الكرازة تحت 2017 تحت رعاية قداسة البابا المعظم الأنبا تودروس الثاني، طبعا بإشراف نيافة الحبر الجليل الأنبا موسى ونيافة الحبر الجليل الأنبا يوليوس، وبرعاية أبائنا المباركين أبونا بشوي وأبونا برام. دلوقتي مع كلمة صغيرة من أباء الكنيسة. بسم الآب والابن والروح القدس الله الواحد أمين. نقول مع بعض فلنبدأ بدءا حسنا. نقول إيه؟ فلنبدأ بدءا حسنا. إحنا في بداية الصيف وبداية النشاط المهرجان. النهاردة عندنا احتفال جميل أساسه المحبة وأساسه الشعار الحلو لاحظ نفسك والتعليم. النهاردة الشعار بتاع السنة دي مهم جدا في الكنيسة، كلمة تعليم. التعليم مش معناه المفهوم اللي هو التعليم بتاع المدرسة يعني، لا، التعليم معناه كل اللي استلمناه من الرب يسوع. كل اللي استلمناه منين؟ من رب يسوع. كل اللي استلمناه مين؟ من رب يسوع. كل حاجة استلمناها من المسيح اسمها التعليم، والتعليم ده هو اللي خدناه في الكنيسة، وكل يوم في القداس نقول كما كان ها هكذا يكون ها وإلى جيل. انتوا النهاردة ايه؟ واكلين كتير ولا ايه؟ احنا صايمين ها؟ كما كان وهكذا يكون من جيل إلى جيل وإلى ظهر الدهور أمين. فإحنا التعليم ده هو الكنز بتاع الكنيسة، بنعيشه وبنعلمه. النقطة الأخيرة اللي عندنا بقى مهمة قوي، إن التعليم في الكنيسة ها بنقول إيه؟ الخبرة قبل الخبر. نقول تاني، الخبرة قبل الخبر. يعني ايه؟ انا مش فاهم القداس، ادوق وبعدين افهم. انا مش فاهم المعمودية، احضر المعمودية وبعدين افهم. انا مش فاهم الاعتراف، اعمله وامارسه وبعدين افهم. الخبرة قبل الخبر، تدوق وبعد كده تعرف. التعليم في الكنيسة بالممارسة، بالممارسة. أنا فرحان قوي بالأطفال والكبار والشباب، وإن المهرجان السنة دي ليه شكل جميل، إنه حيمتد للشباب والخريجين وكمان المتزوجين في اجتماع الأسرة. فنفسنا إن شاء الله بنعمة ربنا كلنا نصلي، وكأباء وأمهات نساعد ولادنا في حضور المهرجان اللي هيبقى كل يوم اثنين ويوم اربع من كل اسبوع، نساعدهم علشان نبني اولادنا في لاحظ نفسك والتعليم. لإلهنا المجد دائما ابديا امين. احنا طبعا قبل ما نسمع الشعار بتاع المهرجان، انا بس بستأذنكم، طبعا انا بتكلم نيابة عن المشرف العام عن المهرجان المهندس ماهر لمعي، إنما يعني هو المفروض هو اللي يغطي الكلام ده. في شكر خاص لكل، قبل ما نسمع الشعار، لكل اللي اشترك وتعب في التحضير، بداية من وسائل الإيضاح والكشافة، أسرة ابتدائي للتربية الكنسية، كورال العربي والإنجليزي، الكورال اللي اشتركوا واللي هيقدموا لكم دلوقتي هتشوفوا الشعار، مجموعة الصوتيات والإضاءة ومجموعة التصوير. كمان في شكر خاص جدا للشركتين
ساهموا وساعدوا كتير جدا في ترتيب المسرح وفي حاجات كتيرة، شركة نيو كونسبت اللي بيمثلها المهندس وجيه سالم، وشركة الزابي اللي بيمثلها دكتور بشوي سامي. باسمكم بنشكر الكل، وبنشكر كل اللي ليه تعب، وبنقول ربنا يعوض الكل. ودلوقتي مع شعار المهرجان باللغة الإنجليزية. السنة دي لأول مرة كمان الخريجين، شباب الخريجين مشتركين، المتزوجين مشتركين، كل المراحل بتاعت الكنيسة كلها مشتركة في المهرجان. هنسمع مع بعض سقفة عشرية، سقفة عشرية من فريق الكشافة، عشرية كشافة مهرجان الكرازة، عشرية ابتدي. هنعمل دلوقتي مراسم توليع شعلة من شعلة 2016، مهرجان 2016 لمهرجان لشعلة مهرجان 2017. نستأذن حضراتكم تبقوا على المسرح فوق. دكتور رماح اللمع يتفضل. اتفضل باشمهندس، اتفضل سابونا، اتفضل سابونا. شعلة 2016-2017 فلتتقدم.
انصراف مجموعة كشفية. مجموعة كشفية انصراف. حرك. مرة تاني شكر للكل وشكرا ليكم وشكرا لحضوركم ولولادكم والمجهودكم والتعبكم. ربنا يفرح قلوبكم دايما يا رب. تفضلوا نصلي. امين الليل ويادوك سابتري كايو كياجيو بنظماتي كارين كايل كاستوسي ونستوني امين تنوشي فولي فولي مشتي وبنشو سوز بخريستو ازمون موامي في عروم عريبك ناينم تكاريني اون صفتن بي صوت يومون وانا ينان كريه لين صون كريه لين صون كريه فلوق صون امين اسمو اسمو ايروي سيما قنيا قنيا انتي اسمو بيخريستوس بنوتي. ايها المسيح الهنا ملك السلام اعطينا سلام اقر لنا سلامك واغفر لنا خطايانا لان لك الملك والقوة والمجد والبركة والعزة الابد امين. اللهم اجعلنا مستحقين ان نقول بشكر ابانا الذي في السماوات يتقدس اسمك لياتي ملكوتك تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الارض وبزنا كفافنا اعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن ايضا للمذنبين الينا ولا تدخلنا في تجربه لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا لان لك الملك والقوه والمجد الى الابد امين. والآن محبة الله الأب ونعمة ابن وحيد ربنا وإلهنا مخلصنا يسوع المسيح شركة موهبة عطية الروح القدس فلتكن مع جميعكم. امضوا بسلام. سلام الرب يكون معكم. إيمانك مبني أوعى في يوم أبداً.